يدخل فريق الاسماعيلي بقرة ايهاب جلال معسكرا مغلقا اليوم الاحد استغلال لفتره الافتتاح مشواره بالنسخه الجديده لبطوله الدوري المصري بمواجهه زد الصاعد حديثا لدوري الاضواء والشهره والمقرر لها الرابعه عصرا الثلاثاء المقبل باستاد القاهره دوري ضمن منافسات الجوله الاولى لمسابقه الدوري المصري الممتاز. وتسلم ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوه والضعف في صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجوله الاولى للمسابقه. ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيل الأساسي لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في الفترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاق مميز للدراويش بالمسابقة. ما فيش شك أنها تكون منافسة قوية جداً خصوصاً الدراويش مع إيهاب جلال بيكون مختلف، أما زد فأعتقد عنده من المعنويات المرتفعة بعد الصعود والطموح أنه يتقدم بقادم الأدوار.